لحضراتكم أعزائي مشاهدي قناة نيو فيجن في كل مكان، حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم برنامج القناع. كل حلقة هتكون مختلفة عن اللي قبلها وهتكون متنوعة، وزي ما وعدتكم ان احنا هيكون معانا ناس كتير جدا، مش بس اصحاب المشكلات، لا كمان اصحاب المواهب، الناس اللي عندها موهبة او نفسها ان مشكلتها تظهر او موهبتها تظهر، هتكون معانا في لقاء خاص وحصري في برنامج القناع على قناة نيو فيجن. النهاردة قناعنا قناع ايجابي، قناع بينم عن الامل والتفاؤل ومكافحة ومواجهة اليأس. النهاردة هنعرض لكم قناع ايجابي بيتكلم عن ازاي تواجه المشكلات او العقبات اللي بتواجهك عشان تحقق احلامك، ازاي تبقى متمسك بحلمك وعندك امل وايمان بنفسك وبطموحاتك عشان تقدر توصل لكل حاجة نفسك فيها ونفسك انك تحققها بدون يأس وبمنتهى الامل والتفاؤل. النهاردة هنعرض لكم اكتر من نموذج، مش بس نموذج واحد ولا اتنين، لا كتير. ان شاء الله الوقت يسمح ان احنا نعرض كل النماذج المشرفة اللي موجودة معانا النهاردة علشان تقول لكم حكاياتها ايه وازاي قدرت تحقق جانب كبير جدا رغم صغر سنهم من الطموحات والامال والاحلام، وازاي قدروا يواجهوا المشكلات والمصاعب والتعليقات السخيفة والاحباط والتنمر. كل ده هنعرفه مع ضيوفنا. اول ضيف معاني ومشرفني في الاستوديو هو مؤمن اندي. مؤمن هو مخرج ويوتيوبر وعنده اكتر من محتوى، هو صانع محتوى متميز جدا على اليوتيوب وعلى منصات اخرى من منصات السوشيال ميديا. هو متميز جدا وعنده اكتر من محتوى وعنده اكتر من حاجة بيقدمها يفيد بيها الناس. هنعرف منه ازاي قدر يوصل لملايين المشاهدات، وازاي قدر يتمسك بطموحه وبأمله وبحلمه، وازاي قدر يوصل ويبقى يوتيوبر مشهور. معانا ومعاكم في الاستوديو مؤمن اندي. مرحب بيك يا مؤمن، منور. اهلا بيك يا استاذة اسماء، ومرحب بيكي ومرحب بأسرة البرنامج وبالسادة المشاهدين. اهلا بيك. طبعا انا عايزك تكلمني عن حاجات كتير قوي. يمكن الناس دلوقتي وبالذات الشباب بيهتموا بالمنصات، منصات السوشيال ميديا بشكل عام، بتلاقي ان كل يعني اي حد بيدور على حاجة بيروح يفتح اليوتيوب، يفتح الجوجل، يبحث. يعني مش زي الاول، ما يعني التلفزيون يمكن اتظلم في الفترة الاخيرة، ولكن لا يمكن ان ننكر دوره المهم. بس احنا النهاردة جايين علشان نتكلم معاك احلامك، طموحاتك، الحاجات اللي انت حققتها، وتنصح الشباب بايه، وحاجات كتير قوي. المهم ان احنا عايزين نبدا من اول خالص كده بقى. اسمك يعني مؤمن اندي، ايه حكايه اندي؟ والله هو موضوع اسمي مؤمن اندي كان مربوط بقصه فيلم توي ستوري. يعني فيلم توي ستوري كان بدايته طبعا عارفه الشخصيه اللي كان اسمها اندي اللي موجوده في الفيلم، صاحبه الالعاب، كلنا عارفين اصلا الموضوع ده وكلنا. فكان موضوع اندي ده تسميت باللقب ده عشان خاطر كنت زمان بحب اعمل قصص بالالعاب الصغيره، فالاسم علق معايا من صغر. يعني كان اهلي كلهم بيسالوني بيقولوا لي اسم. طب انت يعني بتعمل ايه بالظبط؟ ايه المحتوى اللي انت بتقدمه؟ انا سمعت ان انت عندك اكتر من محتوى. مظبوط. والله كان ان نشوف بقى البدايات، يعني خلينا في البدايات. ده مهم. تمام. كبدايتي في اليوتيوب، تمام، كنت بقدم طبعا شروحات وحاجات تفيد البني ادمين عموما. كبقى الاشخاص اللي عايزين يتعلموا تصوير، عايزين يتعلموا الاخراج، عايزين يتعلموا المونتاج. فبدات اعمل سلسله حلقات كده اعلم الناس اساسيات بسيطه، يعني من يعني تصوير. انت دراستك اصلا، ما انا عايز اعرف برضه دراستك ايه. بالظبط. انا خريج نظم معلومات اداريه، تمام، كويس. لكن في الاخراج انا واخد كورسات خاصه في الاخراج وفي التصوير. خدت الكورسات دي عشان تشتغل ولا عشان دي حاجه بتحبها ونفسك؟ لا، زياده علم، يعني زياده علم. يعني كان عندي الخلفيه، انا كنت بشتغل عملي مش تعليمي، بس حبيت ان انا اطور من نفسي اكتر وافهم الحاجه كلها صح علشان اقدر ان انا افيد نفسي اكتر. لان ما ينفعش برضو اكون اسمي مخرج وانا مش متعلم المجال ده واخده مهني. لا طبعا كان لازم اتعلم، وخدت كورسات علشان المونتاج والتصوير والحاجات دي كلها عشان اقدر افيد نفسي في مجالي كيوتيوبر.
يعني لو حد بيهتم بالموضوع زي كده تنصحه انه الاول اول خطوة ياخدها انه ينمي الموضوع بشكل يعني عشان يبقى محترف او بشكل يبقى احترافي. بشكل احترافي لازم يدرس عشان ينمي الموضوع عنه. اكيد صح كده؟ صحيح. طيب انت بالنسبة لك مين الجمهور اللي انت بتستهدفه عشان توصل له المحتوى؟ يعني نوعية معينة من الجمهور؟ انا بستهدف صناع المحتوى عموما، لان المحتوى عندنا في مصر كان في الفترة الاخيرة في مشاكل كتيرة جدا، شباب بتعمل محتويات شكلها غير ظريف، فكان لازم الناس برضو ايه يعني حتى لو جه مشاهدات بسيطة على معظم الفيديوهات الكورس اللي انا قدمتها، بس كان كله بيستفيد يعني، حتى كان تعليقات واغلبية الناس كان بيجي لي تعليقات من السعودية ومن الامارات ومن حتت يعني من الوطن العربي، كان في مصر مش الموضوع كان مركزين عليه قوي، فانا كنت هدفي ان انا اعلم الاشخاص في مصر الموضوع ده. تقصد انه يعني انا عندنا في مصر واخدينها زي بالبركه كده، يعني لو انا عندي عايز اقدم ايه ده اتشهر، ده فلان اتشهر، فانا هطلع على اليوتيوب فجاه هتشهر، حابب ابقى زيه يعني. هم كانوا بيعملوا الموضوع، لكن الموضوع مش كده، الموضوع ليه اسس لازم ان هو يمشي ويطبقها الاول. مظبوط. يعني الموضوع مش ان انا هعمل صفحه على اليوتيوب وابتدي انزل اي فيديو هيجيب لي مشاهدات وهيجيب لي ربح، لا، الفكرة كلها ان انت ازاي تصنع المحتوى ده. فانت عشان تصنع المحتوى ده صح لازم تتعلم حاجات كتير، منها التصوير، منها الاخراج، منها المونتاج، عشان تقدري ان انت تطلعي الجودة دي او تطلعي حاجة نظيفة للمشاهد. طيب في حد ممكن يقول لك الترندات دلوقتي ما بقتش يعني مش الحاجة النظيفة زي ما انت بتقول او الحاجة المعمولة باحترافية اللي بتتشهر او بتتشاف. مظبوط. الترندات دلوقتي اللي موجودة تلاقيها حاجات يمكن فيها مش عايزة اقول اسفاف، بس هو اسفاف يعني. فانت تعليقك ايه على الكلام ده؟ والله موضوع الترندات هو موضوع ترويجي. يعني ازاي ترويجي؟ يعني انا كشخص بحب ان انا اعمل محتوى او بقدم محتوى، او مش شرط ان انا اقدم محتوى، انا بعمل فيديو حتى لو كان بسيط بفكرة سخيفة عشان اطلع ترند. تمام. لان الترند ده بقى حاجة شائعة كله بيدور عليها او نفسه انه يطلع، لان بتحقق ارباح كتير وبتجيب ملايين مشاهدات وحاجات زي كده. بس دي حاجة مش صح طبعا. يعني الموضوع كله البني ادم يحب دايما ان هو يطلع يطور من نفسه علشان يبدا في الحاجه دي بشكل صحيح. ما ينفعش ان انا ابقى طالع بشكل غلط هفضل مكمل في المجال ده بشكل غلط. فدي حاجه مش لذيذه بسرعه. طيب انت شايف نفسك ايه اللي بيميزك عن او الاخرين يعني من صناع المحتوى اللي في نفس مجالك؟ انت ايه اللي بيميزك عنه؟ شايف نفسك مميز في ايه مثلا؟ والله في ناس كتير بتقول صوتي يعني التون الصوت. تمام. في ناس تانية بتقول لي ما فكرتش تشتغل في الإذاعة فويس أوفر الحاجات دي؟ لا ما فكرتش بصراحة. انت اهتمامك بالإخراج؟ الإخراج أكتر لأن ده مجالي اللي أنا بحبه من وأنا صغير. وحكاية الغنى وغنى الراب ده قصة تانية. موضوع الغنى بدأ معايا ان انا كان ليا صديق عزيز يعني كان بيغني وحبيت الموضوع ده منه. فحبيت ان انا طبعا عشان اكون صانع محتوى، لان انا غيرت صناعة المحتوى بتاعتي من تعليمية لصناعة محتوى ترفيه. دي بقى عملتها لي. هل انت لقيت ان الناس يعني بتروح للمحتوى الترفيهي اكتر من المحتوى التعليمي او الهادف؟ هو المحتوى ده بصراحة يعني في مصر الموضوع ده بيكون كده يعني، في صناع محتوى كتير بيقدموا المحتوى الترفيهي علشان بيجيب نسب مشاهدات اعلى من المحتوى التعليمي، مع ان في صناع محتوى بيقدموا محتوى تعليمي مفيد جدا في مصر. تمام. يعني بعيدا عني انا في ناس كتير جدا بيقدموا محتوى تعليمي فقط وماشي معاهم، بس اغلب النسب مشاهدات بتكون من بره مصر مش من جوه مصر. فعندنا في مصر موضوع كده اللي هو ايه الترفيه هو اللي بيجيب مشاهدات. فانا اشتغل على المحتوى الترفيهي عشان يجيب مشاهدات. تمام. حتى لما حولت المحتوى الترفيهي قناتي وصلت ل 220 مليون مشاهده. تمام. وقناتي دلوقتي 200 الف مشترك وفيها وكانت التالت اقوى قناه يوتيوب في مصر. وكمان كان في مشاهدات وصلت لملايين. بالظبط. طيب انت شايف انه ايه اللي خلاك، طبعا ما هو في ناس كتير قوي بتعمل محتوى ترفيهي ولكن ما بيقدروش يحققوا نسب مشاهدات ولا ربح. مظبوط. انت عرفت ازاي تحقق ده؟ ولو حد عاوز يسلك نفس الطريق ويحقق لنفسه ربح مثلا على منصات التواصل الاجتماعي او يعمل لنفسه كيان على في هذا المجال، يعمل ايه؟ الموضوع كله احنا رجعنا للنقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، موضوع التعليم. التعليم ايه تاني بقى؟ يعني هو اسس نفسه
وعمل ده كله. أسس في نفسه. حاجات في بص بصراحة أكلمك بصراحة، في بيقولوا إن في خبايا ما يعرفهاش أي حد، يعني بالظبط في صح كده الكلام صح ده؟ فلازم تكون أنت عارف الخبايا دي عشان تقدر توصل. الخبايا دي بالظبط. بتبقى إيه بقى؟ ينفع تقولها لنا ولا ده سيكريت بقى ولا إيه؟ مش موضوع سيكريت، بس هو الموضوع علشان انت ممكن تطلعي في يوم وليله على فكره، يعني ممكن تعملي قناه على اليوتيوب وتصرفي عليها فلوس كتير جدا بتطلعك او بتشارك، بس كتطلعي من الصفر من غير اي تمويل او من غير ما تعملي اي اعلانات مموله، فبيكون ده من الصعب. فهو ده السكه اللي انا مشيت فيها. بس تصرف على نفسك في الأول لا مش صرف، انا ما صرفتش جنيه على قناتي اصلا. فعلا؟ بالظبط طب هتتحسد يعني. تتحسد انت كده. ليه ليه؟ هو عشان زي ما قلت لك، هو الموضوع كان تعليم، انا اتعلمت. بدات ان انا اتعلم ايه هي خوارزميات كيوتيوب بالظبط. كانستجرام كتيك توك كالحاجات دي كلها، اتعلمتها فين بقى؟ اتعلمتها في كورسات برضو. كورسات. اوكي مظبوط. تمام. وابتديت يعني عشان فيديوهات مثلا على اليوتيوب تشوفها في فين؟ ناس بتقول ده، بس بتقوله بشكل لافف شويه، اه فاهم فما قصدي؟ تعرف، لكن عشان لو الناس انت ما تعرفش. رحت خدت كورس هتتعلم عادي. ومش في اي مكان يعني، برضو في ناس بتعمل الكورسات دي وبتقول لك انا عايزه اعمل الكورس ده، وبيكون الكورس ده ملوش اي يعني لازمه بيعتبر. طيب انت عارف ان برنامجنا يعني بيحاول يساعد الناس في شتى المجالات، فلو احنا هنقول للناس ان انت كمؤمن اندي ممكن يساعد اي صناع، يعني اي صناع من صناع المحتوى المبتدئين، لو حد حابب يعرف الاماكن اللي انت خدت فيها او ان انت تساعده، تقدر ان انت حد يبعت لك مثلا مسج على ما الفيسبوك فيش بتاعتك. مشكلة، وكده كده الأكونتات بتاعتي موجودة، مؤمن عندي انستجرام فيسبوك، أي تواصل في الكلام ده كله أقدر أرد على أسئلتهم كلها، وده بالفعل بيحصل. تمام. يعني اي حد عنده سؤال ازاي يقدر يتوصل للناس اللي بتدي الكورسات دي او الكلام ده كله، مهتم بهذا الموضوع، ممكن يستعين باندي. هو قال ان اي مسج هتوصل له هيرد عليكم. ده أكيد طيب الناس عارفة ده. ماشي. احنا دلوقتي عايزين نعرف منك احلامك ايه، طموحاتك ايه، وكمان عايز اعرف هل دي مهنتك او ده الشيء اللي انت عايز يعني تبقى بتكسب منه فلوس؟ هو الموضوع معايا مش قصة فلوس خالص، الموضوع كله ان ده مجال من صغري انا بحبه، ما اقدرش يعني ما اقدرش ان انا ابعد عن المجال ده اصلا، لسبب لان انا حاولت كتير بس ما قدرتش. مجال التصوير والاخراج عموما او كصناعة محتوى على السوشيال ميديا حاولت كتير ان انا ابعد عنه، بس ما لقيتش نفسي في اي حاجة تاني. بس انت بتعمل ده اوريدي يعني على بعض البرامج التلفزيونية، يعني ما مظبوط صح كده؟ مظبوط. اه يعني انت مش بس في على السوشيال مش ميديا بس انت. على السوشيال ميديا، شغلي الأساسي في شركة اسمها كونسبت ميديا، ده يعني الشركة دي أنا شغال فيها حاليا، وهي اللي بطلع فيها الفن بتاعي في الإخراج والتصوير تمام. طيب جنب تنمية اليوتيوب. كويس قوي. طيب احنا دلوقتي في ناس بتقعد تتكلم انه انا عايز ابقى يوتيوبر علشان اخد فلوس. طبعا انت عارف انه في ناس تقعد تتكلم انا جبت فيلا. انت بتشوف المحتويات اللي احنا بنشوفها على اليوتيوب، مظبوط. خصوصا المحتوى النسائي، يعني هي طالعه مثلا بتطبخ مثلا او طالعه بتعرض يومياتها، حماتي مش عارف انت الحاجات دي، عارف الكلام. وتقول لك انا اشتريت فيلا من اليوتيوب. مدى صحة الكلام ده ايه؟ مدى صحة الكلام ده غلط طبعا. ما فيش الكلام ده. فيش الكلام. بس احنا عارفين مشاهير على اليوتيوب ما شاء الله يعني بقوا في حتة هو تانية. بقوا في حتة تانية، بس ما بيوصلوش لدرجة فيلا ان هم يشتروا فيلا، يعني ممكن يشتروا عربية جميلة ما فيش مشكلة، دي بتكون هدايا، هدايا من ناس بتكلمهم بتواصلوا معاهم وبيبعتوا لهم الهدايا دي. لكن طبعا اليوتيوب بيحقق ربح، وبيحقق ربح كويس جدا. بس الفكرة بس مش كلها الهولاني ده. بالظبط. ما ينفعش في ناس اللي بتقدم زي ما قلت الفيديوهات دي، الفيديوهات دي تعتبر هابطة في مجالنا المصري يعني. ما بتبقاش لذيذة شوية، وفي ناس بتحب الكلام ده كله عشان بيحبوا ان هم يشوفوا حياة البني ادمين عموما، اللي هو انا متطفل عايز اشوف فلان ده بياكل ايه او بيشرب ايه او بيخرج ازاي او بيعمل ايه، فده يعتبر نوع من انواع التطفل، فبيتفرجوا الناس على المحتوى ده للسبب ده يعني. طيب بص انا عندي سؤال بقى مهم جدا واكيد بيشغل بال اكتر من شخص من صناع المحتوى. السؤال بيقول بقى اصبر قد ايه واحقق الربح ده بعد قد ايه واحكم على نفسي بعد قد ايه؟ بس انت مش هتجاوب الا بعد الفاصل. فاصل وراجعين.